أيها الحب الكريم، مشاهدينا متابعينا الأعزاء أينما كنتم، أسعد الله صباحكم هذا بكل خير، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، فتحية الإسلام السلام، فسلام من الله عليكم ورحمة الله وبركاته. انتهينا من الجولة الرئيسية التي ضمت 8 أشواط سيارات الجوائز، وبدينا بالجولة النقدية، وهذه الانطلاقة تمت بحول الله تعالى لشوط آخر، وهو الشوط التاسع، يحمل في طياته فئة الأبكار المهجنات الأصائل. المسافة هي 6 كيلومترات ضمن هذا المهرجان السنوي الكبير، ونتحرك في يومنا الثالث في الفترة الصباحية الذي بدأ ب 1/1/24، أول مهرجان يقام في عام 2024. نتحرك مع أول الأمتار وأول كيلومتر لنتابع هذه المسيرة، هذه الانطلاقة. بعد أن نعود بالشكر والتقدير للزملاء المعلقين الذين سبقوني بالتعليق، محدثكم سالم بن ركاض العليلي الذي يتواصل معلقا على أحداث هذا الشوط، وحفلة راشد بن سعيد بن مبارك المنصوري من يقدم لنا حفلة بالمركز الأول، لتليها على المركز الثاني، المركز الثاني من حاب رياض بن ثامر بن سليمان السعدون يتقدم ثانيا، أما المركز الثالث امتنان ويوسف بن غانم بن علي أهلي أيضا حاضر بالمركز الثالث. النقلة الأخرى إلى المركز الرابع وصدى عيسى بن خلفان بالشاوي الغفلي يقدم لنا صدى، وأسمع صدى صوتك مع ضجة الشوط. ناخذ المركز الخامس متعبة لأحمد بن مطار الرميثي يقدم لنا متعبة بالمركز الخامس، ومن الجانب الآخر أيضا المركز الخامس نشوف اللي على المركز الخامس الحمد بن عبيد بن عفصان المنصوري. هذه المراكز الستة الأولى، وفي أسماء على قائمة الانتظار ما وصلت إلى الإذاعة. ونعود مرة ثانية، نعود إلى حفلة ما شاء الله خذت المركز الأول وبكل سهولة وبكل أيضا اندفاع، تتقدم بشعار راشد بن سعيد بن مبارك المنصوري من يدفع بحفلة بالمركز الأول لتليها على المركز الثاني. المركز الثاني أشوف الوسمية الغالية قادمة، عبيد بن حمد بن عفصان المنصوري يقدم لنا الوسمية وسلالة قنية عن التعريف، تنحدر من سلالة الوسمي. أما المركز الثالث امتنان يوسف بن غانم بن محمد أهلي أيضا مهدي أهلي إلى هذه اللحظات، ويتابع طريق وطريق الناموس. نقلة أخرى إلى المركز الرابع متعبة لأحمد بن مطر الرميثي يقدم لنا متعبة رابعة، والمركز الخامس تتقدم الآن من حاف ورياض بن ثامر بن سليمان السعدون، والوصول في هذه اللحظة من صدى عيسى بن خلفان بالشاوي الغفلي يقدم لنا صدى بالمركز السادس. هذه الأسماء، وفي أيضا شعار بينضم لهم مع متعبة اللي تتقدم الآن أو الكايدة غانم بن سهيل بن مبارك الاشتبي. هذه الأسماء مشاهدينا متابعينا الأعزاء للمراكز الأولى المسموح لنا بإذاعة، ولكن ما شاء الله حفلة اللي بدأت تحتفل مبكرا بالناموس اسرحت، والرب يحفظها حريص عن عيون الحاسدين الطامعة. يوم جد الجد واشتد الوطيس بدلت مرباعة لتربعة، راشد بن سعيد بن مبارك المنصوري من يقدم حفلة بالمركز الأول وماخذ أيضا الكادر الأول والمركز الأول بهذا الأداء بهذا الشعار الجميل. أما المركز الثاني امتنان ويوسف بن غانم بن محمد أهلي يقدم لنا امتنان بالمركز الثاني، والوسمية وصلت لعبيد بن حمد بن عفصان المنصوري من يتقدم بالمركز الثالث، والمركز الرابع أقول متعبة لأحمد بن مطر بن محمد الرميثي مع متعبة بالمركز الرابع. أما المركز الخامس فهناك الكايدة وغانم بن سهيل بن مبارك الاشتبي، وصلنا مع الكايدة، ونختم إذاعتنا بالمركز السادس من حاف رياض بن ثامر بن سليمان السعدون، وهني أيضا صدى العيسى بن خلفان الشاوي الغفلي. هذه الأسماء مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء، مراكزنا والأسماء كما كانت. أشوف المركز الأول، وين حفلة، وين
وين حفلة وين؟ ما شاء الله ما شاء الله محتفلة بالمركز الأول بدون تكليف وبدون ضغوط وبدون أيضا تحدي، ماخذه المركز الأول وبدت أيضا تغادر هذه المجموعة وتنتقل أيضا إلى الحسن، من حسن إلى أحسن. ولكن بن عفصان عنده نوايا، بن عفصان راعي الوسمية، بدأ يحرك عبيد بن حمد بن عفصان المنصوري، وحرك أيضا راعي متعبة أحمد بن مطر بن محمد الرميثي، يغير في المراكز تغيير أوتوماتيكي من الرابع إلى الثالث إلى الثاني، وعين على المركز الأول، ناخذ المركز الرابع. المركز الرابع امتنان يوسف بن غانم بن محمد أهلي، ولكن شوفوا الخامس يا يتنعش طرب لي هبها كوس لي سيرها، مش صعب ينقاس على الثرى ما كانها الدوس، ما شاء الله الكايدة. غانم بن سهيل بن مبارك الاشتبي من يدفع بالكايدة بالمركز الخامس، والمركز السادس أقول صدى العيسى بن خلفان بالشاوي الغفلي، هذه الأسماء التي بديناها وما زلنا أيضا نتداولها، ولكن الوصول من الشعارات القادمة. أهل الطلايب بدأوا يعلنون التحدي ويقتربون أيضا، ولكن غير وين اللي غير؟ ما شاء الله شوفوا التغيير، ولكن حفلة ما شاء الله ما زالت يعني ماخذة المركز الأول من بداية الانطلاقة، وهي أيضا تقود هذا المسير، تقود هذا الشوط بدون ملل أو كلل، من دفع بشعار السيد راشد بن سعيد بن مبارك المنصوري، والوسمية عند عبيد بن حمد بن عفصان المنصوري، وصلنا بالمركز الثاني. أما المركز الثالث فهناك متعبة أحمد بن مطر بن محمد الرميثي الذي يأتينا مع المركز الثالث، هذه الثلاثة اللي بهنزان اللقاء، الثلاثة اللي بهنزان اللقاء يوم وصلنا عند كيلو الامتحان. أشوف هني أهلي أيضا قادم يهلي ويحذر وينذر ويقول لهم أنا يجينكم، أنا قادم مع امتنان يوسف بن غالب بن محمد أهلي. والمركز الخامس الكايدة غانم بن سهيل بن مبارك الاشتبي، وأول ندى أيضا لخيال يمعى بن راشد بن سعيد بالغافرية الفلاسي، من يقدم لنا خيال بالمركز الخامس. أما المركز السادس نحابة وعبد الله بن سالم الخصوني الاشتبي، هذه المراكز الأولى المتقدمة في هذا الشوط، 1200 يراعي حفلة. ركز وراقب بن عفصان الذي يتابعك خطوة بخطوة، ركز وتابع، ولكن حفلة ما عليها خوف، ما استخدم الأوامر إلى هذه اللحظات بشعار راشد بن سعيد بن مبارك المنصوري باقي عندنا عن الناموس وعن الانتصار كيلومتر، وأنت ما زلت في الانتصار وفي الناموس، ركز لأن أقرب لك وصلك بن عفصان، وصلك راعي الوسمية، نعم اللي هو عبيد بن حمد بن عفصان المنصوري الرابع، خطيرة يا جماعة بالغافرية بدأ يهدد تهديد مباشر، الهجمة المباركة من قبل خيال يمعى بن راشد بن سعيد بالغافرية بالمركز الرابع. هذه الأربع المراكز الأولى مشاهدينا متابعينا الأعزاء، أمام عرقوب الامتحان، عرقوب بن علو وحفلة ما زالت محتفلة بالناموس، راعي الوسمية يهاجم الآن بن عفصان، والمركز الثالث أقول متعبة لأحمد بن مطر الرميثي، هذه الأسماء، ولكن حفلة ما عطت في الدرب طوعة من البداية تقوم طفر وتنتهي طفر. بن عفصان يحرك يا المنصوري يا راشد يا بن سعيد بن مبارك يا المنصوري، الوسمية تهاجم عبيد بن حمد بن عفصان المنصوري، ولكن حفلة ما زالت في السيادة، ما شاء الله، دور اللي ركضها كله طفير، ما تبى منك صياح وشوشرة من سماع الصوت والزقرة تثير، ومن تسجل تيب ترجع تكسره. سلام يا راعي حفلة، سلام لراشد بن سعيد بن مبارك المنصوري المركز الثاني، الوسمية لعبيد بن حمد بن عفصان
حصان المنصوري، أما المركز الثالث خيال يمع براهد بن سعيد بالغافرية، والمركز الرابع وصلتنا انتباه ومحمد بن خميس بن عامر العمري، والمركز الخامس فوصلت اللي هي متعبة لأحمد بن مطر بن محمد الرميثي. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الأعزاء للخمسة المراكز الأولى وحفلة التي سيطرت على الشوط من بداية الانطلاقة وسلمت الأمانة عند خط النهاية وهي منتصرة بالمركز الأول بشعار راشد بن سعيد بن مبارك المنصوري. تهانينا والناموس على هذا الأداء، على هذا الناموس والتوقيت الزمني الذي تحقق مع حفلة اللي يرت الشوط ير من البداية. التوقيت الزمني ناخذه من مخرجنا الذي يتابع 9:36 وست أجزاء من الثانية. تهانينا لراشد بن سعيد بن مبارك المنصوري. أما اللي وصلت في المركز الثاني، الوسمية اللي وصلت في المركز الثاني لعبيد بن حمد بن عفصان المنصوري، التوقيت الزمني 9:37 وتسع أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثالث، المركز الثالث كان من نصيب خيال يمع بن راشد بن سعيد بالغافرية الفلاسي، التوقيت الزمني 9:45 وأربع أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لكل الفائزين.